أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا ليوم الثلاثاء 29/11/2016، وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى تواجد تشكيلات من السحب المتفرقة على الدولة. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي على شمال الخليج العربي مع وجود امتداد مرتفع جوي على غرب الدولة. تصاحب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام وتكون نشطة فوق البحر، والطقس صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق، وتزداد كمية السحب أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجزر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. نلاحظ في الحرارة الساحلية في أواخر العشرينات، أما الحرارة الداخلية في أوائل الثلاثينات، والحرارة الجبلية في أوائل العشرينات. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون مضطرب الموج، أما الحال في بحر عمان متوسط الموج. طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق الشمالية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف. والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، وفي أمان الله.